أهلا بكم للتفاصيل. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتعلق بمشروع كتاب المساطر الضريبية، كما أجاز المجلس مشروع مرسوم يحدد المناسبات التي يعزف فيها النشيد الوطني، وصادق على إنشاء شركة وطنية تدعى شركة تمور موريتانيا، وعلى تعديلات تتعلق بتنظيم وقواعد سير مدارس تكوين المعلمين. نتابع في مآلي النصر كاملة لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 مارس 2018 تحت رئاسة السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بمشروع كتاب المساطر الضريبية. يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضرائب والرسوم الواردة في المدونة العامة للضرائب والنصوص الملحقة. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للأبحاث في مجال الصحة العمومية، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض القلب، مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مستشفى الصداقة بنواكشوط، مشروع مرسوم يتضمن إنشاء شركة وطنية تدعى شركة تمور موريتانيا شين تأميم والمصادقة على نظامها الأساسي. تهدف هذه المبادرة إلى إقامة مشروع نموذجي يلبي معايير الجودة العالية بغية تحسين عرض التمور والخضروات ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي للواحات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخصوصية في هذا المجال. مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم 151/2007 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2007 المحدد لتنظيم وقواعد سير مدارس تكوين المعلمين. مشروع مرسوم يحدد المناسبات التي يعزف فيها النشيد الوطني. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد المناسبات التي يعزف فيها النشيد الوطني، ويتعلق الأمر بالتظاهرات والملتقيات الرسمية والمناسبات العسكرية والمدنية وافتتاح دورات البرلمان وانطلاقة جميع التظاهرات الرياضية، وكذلك يوميا بمناسبة رفع العلم في المدارس. مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الشباب والرياضة بيانا يتعلق بالنسخة 6 لليوم الوطني للرياضة، وأخيرا اتخذ المجلس الإجرائيين الخصوصيين تاليين: وزارة المياه والصرف الصحي ديوان الوزير مكلف بمهمة عبد السلام محمد يحيى حاصل على شهادة دكتوراه في التراث الإسلامي ملحق بالمعهد التربوي سابقا، وزارة التهذيب الوطني ديوان الوزير مستشار مكلف بالصحة المدرسية يدوم اللحمد مزيد.